ثم إياك أن تدعو مع الله أحدا، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من دعا غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. فالدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله جل وعلا. وهؤلاء الذين يدعون المقبورين وهم يقولون لا إله إلا الله مشركون ولا لا؟ لا شك أنهم مشركون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كثير من الناس اللي زاروا سيدي قادم مختار وأنجبوا أطفال، كان ما عنديش أعطاهم لي ربي سيدي قادم، طهم لي ربي بالصحة ضرب سيدي قادم. كان اللي يطلب طلبة قال ما في الحال خاصني سي بامون، خاصة كان يعنى نساج يقول روح سيدي قادم يسهل لي يدعي ربي. كان اللي خاصة الأرض ما يعطوه يروح يجي يدعي سيدي قادم. شو قاعد الدنيا تجيه لي ما يجيه لي بروحي يجيه لي وش يجي؟ ما فيش قبور. ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟ قال علي رضوان الله عليه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يجي مثلا يتكلم شيخ على القبر، يجي شاب من شبابنا الصغارين يطلع يسال اخ من اخواننا الافاضل يقول له: معقول ممكن فيه ناس كده لازالوا موجودين يروح يسالوا الراجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب ايش يعني القبر والناس؟ ممكن تنبه وتذكر بشرط القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لك لا علاقة لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعية. يبقى لابد يا إخوة من أن يتزود الداعية بهذه الثقافة وبهذا الذات. ثم اللغة. أحسن الله إليكم، سمعت من بعضهم يقول: لماذا تستغرق محاضرة أو خطبة كاملة عن شرك القبور؟ وما الداعي إلى ذلك؟ ممكن أن تذكر به تذكرة عامة، لكن لا ينبغي أن تستغرق المحاضرة بموضوع لا علاقة لك به، فما رأيكم؟ هذا تضليل وكراهية لدعوة التوحيد وإنكار الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد؟ أليس مكث فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فدعوة التوحيد استمر عليها ولا يستثقلها إلا منافق أو كافر، أسأل الله العافية. لا بد من الدعوة إلى التوحيد، لا بد من النهي عن الشرك في محاضرة، في خطبة جمعة، في كلمة، لا بد من هذا. هذا هو الأصل الذي دعت إليه الرسل. ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. لأنه لا فائدة من الصلاة ولا من جميع الأعمال مع وجود الشرك. الشرك يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا ينفع أي عمل مع الشرك. فلا بد من تركيز على العقيدة، بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها من الشرك لله عز وجل، لا بد من هذا.